مستر رأيان، هنستعرض بعض الصور وهتوجه رسالة أو هتقول أي حاجة عن أصحاب هذه الصور، تمام؟ قبل الختام. يلا. هالاند، What do you إيه say رأيك to him? فيه؟ Free. إيه رأيك في هالاند؟ In Holland. إيه تاني؟ هالاند إيه؟ he's another true, very true story. When I was at Everton. لديه قصتين. كنت حين كنت في إيفرتون. I headed Europe up. كان عندي اليوروبا. We had the European department. وكان عندنا قسم أوروبي. In Scandinavia, we had Scandinavia. Brian King. كان هناك البراين براين كونغ الذي لعب في إنجلترا. Played for England as well. لعب لإنجلترا أيضا. We had Holland in Everton. وأضفنا هولند لسوزرلاند أربعة أيام. We bought Holland into Everton 15 years of age. الذي كان عمره 15 عاما. And we could have had him for about 40. وكان من الممكن أن نحصل عليه بمبلغ بسيط. And at that period of time again. وفي ذلك الوقت مرة أخرى. The right to make their decision. حاول الإدارة اتخاذ قرارات وعرضوا الأمر على القسم ولم يتم. التعاون معه ولم يتم الحصول على توقيع بعد ذلك. في مولد. Yeah, we had him. We had Hardland at Everton. في إيفرتون. حين كان عنده 15 سنة ساعتها. 15 years old. He's 15 years old when we had him in, and we could have signed him. من الممكن أن نحصل على توقيع للأكاديمية. But they didn't think he was good enough. ولكن. مين صاحب قرار إنه مش لاعب جيد؟ That'd be the academy. الأكاديمية مدير الأكاديمية قال إنه ليس قويا وإنه ينقص كثير من لم يكن يسجل أهدافا وبعد ذلك ذهب إلى مولدا والآن نراه إنه يستر تاريخا فهو قوي جدا وهو له لمسات رائعة وكنت قلقا كثيرا لأنه كان يعتمد على قوته وعلى المكان وكان يملأ الناس فجوات وكان يخرج منهم انه ماهر جدا. طيب بالمناسبة غدا مواجهة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، بقالنا تقريبا 3 أيام